عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. أعد فضيلتك عن أنس. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. هذا حديث إلهي أيضا. هذا الحديث حديث إلهي, الحديث الإلهي الثالث في هذه الأربعين. من أعلى مراتب الحديث شيخ في سمعت. أيوة من أعلى مراتب التلقي. أيوة يا ابن, قال الله تعالى يا ابن آدم, يا ابن آدم. آدم نسبة إلى أبيهم الأول, نسبة إلى أبيهم الأول آدم عليه السلام. نعم. ويا أداة النداء. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. ما الفرق بين الدعاء والرجاء؟ الدعاء هو الطلب والرجاء الذي يكون ضد اليأس, يعني دعاء مع عدم يأس, لأنه يحصل الإنسان يدعو وييأس. قال صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم, قال يجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. فهنا دعوتني ورجوتني يعني دعوتني ونضضت في الدعاء واستمريت عليه مع عدم اليأس, هذا المقصود به رجوتني, يعني لم تيأس من طلبي ودعائي. وهذا من فوائده أن الإنسان يستمر في الدعاء فإنه بخير الأنظار, إما أن يعجل له في الدنيا أو يدخر له في الآخرة أو يصرف عنه من الشر مثله وزيادة. نعم. غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. سدرت عنك الذنب وغفرته لك ومحوته عنك ولم أطالبك به على ما كان ولا أبالي, يعني لا يؤثر ذلك في شيء ولا أهتم بهذا أنني أغفر لك. وهذا فيه إثبات سعة رحمة الله تبارك وتعالى, وأن الله يغفر الذنوب جميعا ما تاب العبد إليه تبارك وتعالى, حتى مع الشرك إذا تاب منه العبد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, أن كل شيء تحت المشيئة إلا الشرك يؤاخذ به, وهذا هو الذنب الذي يؤاخذ به العبد ولا يتركه الرب تبارك وتعالى, الشرك, إلا أن يتوب منه صاحبه. أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان الشيء أعلى, لو بلغت ذنوبك أعلى السماء, آخذ بعنان سيفه, بأعلى, آخذ بعنان فرسه, يعني بأعلى بمقدمه. لو بلغت ذنوبك إلى السماء وكل ما علاك سماك, وكل ما علاك سماك. نعم. أيوة. غفرت لك ثم استغفرتني غفرت لك. ثم استغفرتني, طلبت مني المغفرة غفرت لك, ولذلك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. كان من حديث ابن عمر بن مسعود يعد للنبي في المجلس الواحد قوله استغفر الله واتوب اليه 70, وفي روايه 100 مره. نعم. غفرت لك يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض ملئها, قراب الشيء ملئه, لو اتيتني بملء الارض خطايا وذنوب ومعاصي, هذا يدل على سعه رحمه الله تبارك وتعالى, وايضا علاج للقنوط والياس, علاج للقانطين اليائسين, إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله, لا تيأسوا من رحمة, إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. هذا فائدة التوحيد وكلمة التوحيد, أن تلقى الله بالتوحيد مع كل الذنوب. وفيه حديث صاحب البطاقة
قال الله عز وجل له احضر وزنك، قال يا رب إني هالك، أنا عارف غدرات وفجرات، قال احضر وزنك إنك لا تبخس اليوم شيئا، لا تبخس اليوم شيئا. قال فإذا بسجلات مد البصر، قال وإن لك عندنا بطاقة، قال يا رب ما تفعل بطاقة مع السجلات، أنا هالك هالك. فأخرجت البطاقة فإذا فيها لا إله إلا الله، فوضعت في الكفة الثانية فطاشت بهن لا إله إلا الله ونجا. لكن أتى بماذا؟ أتى بشروطها التي ذكرنا آنفا، العلم والقيادة واليقين والقبول والصدق والإخلاص والمحبة والكفر بالطاغوت. نعم شيخ لقيتني، أي أيوة جئتني، جئتني في يوم العرض الأكبر في يوم القيامة. نعم لا أتيتك بقرابها مغفرة، لا أتيتك بملئها مغفرة، وهذا يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى وأنه على كل شيء قدير. نعم.